بعدها شفناك بقى في مسلسل جمال الحريم، كنت طالع في دور بقى ايه رومانسي وبتلعب كمانجا وحاجه تانية خالص. تماماً. واحد تاني يعني تماما، ظابط سيريس قوي في الاختيار وبعدين واحد تاني تماما. عملت النقله دي ازاي واتدربت على الدور ده ازاي؟ اولا كان لازم اغير في الفيزيك بتاع بتاعي يعني، فوقفت تمرين تماما الجيم. تغيرت يعني جسمك يعني بالزبط. ما كنتش عايز تتمرن عشان تبقى بشكل أنا مختلف. انا وقفت في الاختيار، كان لازم تدريبات معينه وكان لازم تظهر بشكل معين عشان برضو بطل صعقه يعني، فلازم يبقى في الجسم يبقى مناسب يعني. فاول حاجه دي بدات اوقف موضوع التمرين ده تماما، بتمرن بس بشكل اللي هو ايه ما يبقاش فيه البيك فور، العضلات الواضحه بالظبط. ده اول حاجه. تاني حاجه الكمانجا دي، انا اتعلمت كمانجا، انا ما اعرفش ازاي، بس انا اتعلمت الكمانجا. قعدت اخد في مده قصيره الكورسز يعني، رحت اخدت كورسز الكمانجا ازاي الماسكه بتاعتها ازاي، ليها طريقه معينه. هي من انا بالنسبه لي انا يعني ماليش علاقه بمزيكا، بس من اصعب الحاجات اللي ممكن اشيلها ولازم اعرفش تبقى عامله ازاي، الماسكه يبقى ليها طريقه معينه بالزبط. فبرضو ده حاجه تانية. بعدين بقى اشتغلت مع استاذ منال الصيفي على الدور، وبدانا نقرا الورق، وبدات اكتر احس او اقرب لمصطفى الكاركتر. هو شاب من السوشيال كلاس اللي هو الميدل كلاس، واهله مسافرين بره وهو عايش لوحده بيكون نفسه وبيستقر، بغض النظر ان المسلسل رعب، بس اللي هو اللاين اللي هو اللايت اللي في المسلسل، وعاوز يستقر ويكون نفسه، عنده مشروع وبيلعب في باند لحد لما بتحصل اللي هي البريك داون او البريكنج بوينت في الاخر لما حبيبته بتموت.